هنوعدكم مشاهدينا مع نيتشر وصار معي مارك بيروتي، واليوم ناطرين اتصالاتكم على 0444444 اذا عندكم اي سؤال تطرحوه على مارك. هو صار موجود واليوم كمان رح يجاوب على أسئلة بعد سألتوه على الفيسبوك بيج. كمان اليوم عندنا حركة مع المشاهدين صح. وقبل كل شيء بدي بس أقول للمشاهدين أنه مارك بيروتي جنتلمان كل ما بيجيب لي معه قهوة. Thank you for the coffee. أنا قلت بس هيك طلع بلي شكرك. ميرسي. أنا قلت أنه زعلتك هلأ اليوم، ما كنت ناطر شيء تاني. لا عم نمزح. نحن كان عنا قبل كان في اتصالات اجوا وكاتر خير قال لستاف، هلا كنا عم نحكي انا وكاتيا انه طلعنا شوي من اوركيديا جاردينيا اورتانسيا، فعلا ان شاء الله ما يجينا اليوم كل كمان كل 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 العالم صاروا يعرفوا يهتموا بالاوركيديا والجاردينيا اورتانسيا، لانه اذا رح نكمل هيك بنغير اسم الفكره ساعتها. رح نبلش اليوم بنبته كمان، هلا كمان رنا بتفرجينا صورها يلي هي الانتوريوم. نعم. يلي نحن كثير عم نشوفها زياده بلبنان وببيوتنا وهيك عم نشوفها قدامنا، غاليه عم نشتريها وحلوه كثير. صح بس يعني مزبوط عندها، بس انه كمان مشكل شوي صغير انه اوقات العالم بيجيبوها كثير حلوه هيك وبعدين ما بيعرفوا يرجعوا خلوها تزهر عندهم. دونك هذا ترجع تزهر. مزبوط هذا اللي رح نشوفه، رح نشوف شو نحكي شوي كيف نهتم فيها. دونك هيدي البلانت هلا انا رح قد ما في خبر عنها. هي اول مشكل فيها الانتوريوم ما بنعرف وين نحطها بالبيت، يعني اذا حطيناها بمطرح كثير ما تم اكيد كمان مع الوقت بتتعب ما بتزهر وهيك. هلا ليه بدها ضوء؟ بس مش يعني تقريبا متر ونص بعيد عن شباك، يعني هذا الشغله منيحه. هلا كمان الشغله اللي فيها مش على البلكون. لا اكيد منا اوتدور بلانت. هلا فيك تزرعيها اوتدور، يعني اعطيك مثل مثلا اذا واحد عنده شجره كبيره برات البيت بيقدر يزرعها تحتها، لانه هي بس بتكون عامله فيها، يعني هي سمي شيد، يعني اذا بدنا نقول مش انه كومبليتلي بالشمس وهيك لانه بيحرقوا الورق تبعها. هي معوده حتى الانتوريوم بالطبيعه تعيش على شجر اوقات، يعني فيها تعيش مثل الاوركيديه على الشجر وهيك. ليه بحبوها؟ لان ورقتها حلوه وكمان فيها الورقه فور مثل القلب، يعني وهيك ممكن هذه شغله مهمه بقلبها. هلا شغله كمان نقول انه هي نبته متطلبه، يعني اول شغله بتحبه هو خاصه لننتبه على شغله انه هي بتزهر من هلا للربيع على مارس، يعني هاي الفترة بتكون هي مزهرة وعنوال بتكون مزهرة، فنقدر نحن نبسط فيها لازم بتموز وآب نقدر كمان نكون عطينا فيها مزبوط، ونفهم أنه بالربيع لحتى تموز هي الفترة الروبو تبعها، يعني مش مثل كل النباتات يلي عادة نهتم فيهم. شيان نهتم فيهم مثل هيدي الفترة هي بتحب رطوبة كتير، يعني واحد إذا عمل لها بهالفترة بسيناج كتير بتنبسط، يعني نجي نجيب التراب تبعها في يكون كمان اوقات مش كله تراب، يعني في بقلبه رمل وفي تراب في خلطه تيرو، يعني هي التراب تبعها كمان سبيسيال، نجي وبنسقطها يعني بالتراب كله بسط المي بسط المي، بتحب من وقت لوقت وبتحب من وقت لوقت كمان انه نحن نحط اون فابوريز مثل ما بقول، يعني نرش عليها نرش المي على ورقه. قلي لا لما نعمل باسيناج نحط البو بسط المي صح، وقد ايه وقت لازم ننقعهم؟ ما بيأثر ابدا، اللي بيأثر هو لما شيلها كومبليتلي تروح المي، تروح المي من تحت. مزبوط ابدا ما لازم يبقى. قد ايه وقت ما بسقيها؟ هيدا دائما لكل النباتات هو اصعب سؤال، يعني الواحد هذا لازم يترجلش حسب اجمالا البيت والمناخ البيت وهيك. احسن طريقه دائما هي انه نحط اصبعنا إذا من فوق، ما لازم من فوق، يعني أول يعني ما بنتقر الشروش بس نتعلم يعني مع الوقت من فوق بينشفوا. مزبوط إذا نشفوا من فوق ما إنه مشكل، المهم لما ننزل شوي أصبع لتحت إذا عم نحس برطوبة سبيان، يعني بعد ما بدها مي، هيدا الشغلة أساسية يعني لننتبه بهولة. هلا في شغلة كمان بعد بالأنتوريوم واحد كمان لازم ينتبه لها، إنه نعرف نحط لها الكيماوي المزبوط، يعني أنا وعم بسقي في يكون انا من وقت لوقت محضر لها كيماوي حاطط بقلبه اونغري ليكيد، هذا الكيماوي هو بخليها تزهر بساعدها تزهر كمان، ساعتها كمان بسقي فيه. اذا الاونغري مش ليكيد يعني اوقات بيعطونا مثلا من هول القلل الصغيره تنحطهم. مزبوط. ما بينزلوا لتحت بضلهم على ما بيأثر. لا رح لك الفرق بين الاثنين، يعني حسب كيف عم نعطيه كمان. هول الجرانيول يلي هن بنحطهم نحن من فوق دجا حتى لو كان لونه ازرق فوشيا فوسفوريك او حالة لون، ما انه هو البدل اذا هذا الكيماوي المزبوط، لازم نفهم الكومبوزيشن تبعه اذا لا. هلا على كل الميلات في منهم سلو ريليز منهم سريعين، يعني في منهم لما انت تسقي
دغري بيروحوا بيتفتفتوا وبينزلوا، وفي منهم هول الاحسن يعني لو ضلوا، لان هيدا بصير يعطي الكمامه شوي شوي للنبته. دونك هيدا الليكيد اجمالا اذا انا ليش بحطه؟ اذا انا جيت حطيت اونغري ليكيد اوقات وحطيته على ورق سبراي يعني، النبته فيها تاخذه بطريقه اسرع، هيدا الفرق يعني، انه الليكيد بتاخذه اسرع بس كمان فيها تكبه اسرع بالارض يعني، مشان هيك واحد لازم ينتبه على الاساس. يعني ترجع اذا واحد مثلا اشترى ألانثوريم كثير حلوه بعدين ما بتزهر عنده، يعني بده يسأل حاله ثلاث أساس. أولا إذا في مثلا كوراندير أو حرارة عم تنزل وتطلع هذا ما بخليها ترجع تزهر، في يكون إذا عم بيسقيها غلط، وفي يكون كمان إذا ما بحط لها كيماوي. هول الأساس هي كتير مطالبة فيهم. وحكينا على البسيناج، هلا شفتي كيف الأوراق بيكونوا كبار، وقت الأوراق كمان بيكونوا صغار بيصفروا، هول كلهم بيكونوا سين إنه عم تنسقى هيدي النبتة غلط. وزيادة المي اللي هي الأوفر ووترينج هي بتكون مشكل كمان كتير كبير يعني. نعم. فيها هيك كنت عم بقلك يعني، هي رح تزهر من أكتوبر تقريبا لمارس. بهيدي الفترة هلا لازم نعرف انه نحط لها كيماوي. كثير بتنبسط اذا نحن مسحنا لها اوراقها مثلا، دائما بنقول هذا الشيء كمان اذا بنجيب بيره مع قطنه بنمسح اوراق النبته، لانه البيره فيها ازوت دايركت بتاخذها النبته دغري وبتتلمع ما او بلا الكول ما بيأثر. دونك هيدي انه شغله كمان كثير اساسيه، لانه السبراي اللي بيستعملوه الفلوريست ما انه كثير بفيد. اذا حطيناه على قطنه ومسحنا كثير مهم كل على كل البلانت الخضر كثير منيح، لانه بتلمعيها هيدا تبسها فينا بمي اكيد يعني، بس انه لانه اوقات نحن المي بس تبعنا بس ما نخلط مي مع البيره. لا لا مش ضروري، هيدا فيك تستعمليها بس مش ضروري ابدا. هي بس على قطنه بس تمسيح يعني على الوراق. هلا فينا ما نحط بيره، فينا نحط مي يعني اللي بدهم، هيدا ما لنا مشكل. سو اذا ما بتزهر عنا يعني تنرجع نختصرهم، هي رطوبه غلط، لانه خاصه وقت بتكون هي عم تبلش تزهر لازم نعرف نخلق لها رطوبه. رطوبه هون بالبو بيكون كله غلط اوقات يعني، انا في يكون عندي ألانثوريم جبتها التراب تبعها غلط، او انا نقلتها على مطرح تراب غلط. يعني شو معناتها غلط؟ بالبو من تحت لازم نحط جرافيه او نحط حجار صغيره تا المي تقدر تصرف، من فوقها بده يكون في التربه شوي اسيد كمان بتساعد يعني، ورمل مع التورب مخلوط لتقدر كمان النبته تروح. صار فينا قريبا نشتريهم من عندك ان شاء الله. هلا بدي اقول لك كمان شغله بعد عن الألانثوريم كمان. الحلو مثل الاوركيدي، اذا واحد من تحت بحط لهم هول اللي بسموهم بيد ارجيل على الارض، وبحط عليها لانه هول بيساعدوا يخلوا كمان الجو يكون رطب يعني يتنفسوا هيك، مش ضروري يعني بقلبه من برا وهيك. اوكي هيدا بالنسبه للألانثوريم. رح ناخذ اتصال مارك يعني. لنشوف عن شو السؤال. الو الو بونجور. الو بونجور. بونجورين تفضلي. بدي اساله بس سؤال خارج عن موضوع البلانتات، عن الجوز. كيف فينا نزرع شجرة الجوز لوز ولا جوز؟ شجرة جوز. 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 اوكي. دونك في طريقتين دائما نزرع كل الاشجار المثمره، في او نحن نجيب اكيد شو اسمه الفواكه يعني نكلها نزرعها اكيد بتطلع جوزه، وفي نعمل بوتيراج يلي انا فسخ منها وازرع. هلا دائما رح اجرب قد ما في جاوب بسرعه لما عندي صور عنهم، يلي هو اذا انا بزرع من عجوه اجمالا مش ضروري تطلع مثل امها، لانه فيها البذر والكوتيريديتير يعني اوقات مش محبز، غير اذا حدا بعدين بتعامل اياهم. اذا زرعتها من جوزه انا مثل هلا كثير منيح، باخذ مثل تيجه صغيره بحطها بالتراب بسموها هيدا ماركوتاج يعني، بينعمل شروش حواليها بصير عندها جوزه. نعم. انا هول الطريقتين بالنسبه للاشجار المثمره ما بحبزهم، لانه اذا انعملوا بطرق نحن مش كثير منيحه بنقدر ننقل فيها فيروسات وهالاشياء كلها. انا بنصحها انه اذا هي بتحب بتشتري جوزه من المشاتل يلي هن بيبيعوهم، جوز بيكون منيح كاليتي منيحه مطعمه بخبرها عنهم، بتكون اوريدي خالصه نصبه صغيره ومنهم بيكونوا غاليين، لانه هول النباتات اجمالا يلي بيجوا نصب بيكون عمرهم سنه لسنه ونص، ما بكون ولا شوي اسعارهم غاليه. وكل ما نزرعهم اصغر كل ما احسن، واهون نشتريهم ونزرعهم وتما ننطر يعني. صح، بالاشجار المثمره دائما هيك احسن يعني، هذا اجمالا يعني هيك نشتريهم صغار ونزرعهم 100%. اوكي هلا رح حط لنا رنا ثاني موضوع رح نحكي عنه، بعثوا لنا كمان السؤال هو عن الكابريي الكبار يلي شو هي البلانت اذا عن جد في منها بلبنان وهيك. هلا بنشوف الصور انه الكابريي هي نبته وين ما كان موجوده بلبنان. كابريي يعني للكبر. مزبوط، هي وين ما كان من الساحل لحد 1003 1004 وين ما تطلع، لانه اطفى سائل هلا بتشوفها. وهي حتى بتقدر تطلع بصخور بسموها امبلانت ريدرال يعني، حتى بالصخره من دون تراب فيها تطلع. هيدا عم نشوف اول صوره للكابريي، هلا مكمل بالصور لنشوفها اكيد يعني، كلنا قاطعين حد من حدا بس مش عم نشوفهم. هيدا الزهره تبعها يلي هي نحن عنا اياها وين ما كان اكيد بلبنان بالطبيعه وهيك. عم تشوفي كيف هول السفنيه الزهره قبل ما تفتح بتكون عامله هول الكابر الصغار. هيدا هو الكابريي يعني. هلا هيدا الصوره بتفرجيك كيف الزهره بس قبل ما تفتح
تفتحي حول صغار الاثنين، هن اللي بينقطفوا يلي هو سيلو بورجون فلورال قبل التفتيح. هلا بالصوره الثانيه بنفهم ليه الكابريي غالي، هون عم نشوفها كيف هن هول اللي بينقطفوا مزبوط، بس قبل ما يصيروا زهره، هيدا الفكره، مش انه بعد ما يصيروا زهره. هلا من بعدها بتشوفي كمان انه هيدا اللي بنطول شوي عليها للصوره، يلي الكابريي اذا بيروحوا بينقطفوا حسب كم مليمتر كبرى بصيروا بسموهم شيء، يعني اذا كان مثلا كبرى بين 7 ل 8 مليمتر مثلا بسموها سورفين، اذا كانت كابوسين اذا كان 8 ل 9، كل ما تكون اصغر كل ما اغلى، اوكي هيدي الفكره تبعها، لانه الكابريي بيعمل شوك كنبته بتروح تقطفيهم بين الشوك وانجق فيها كل وحده، هذا اللي بخلي انه تكون نكزل تبع غالي، بس نحن فينا نعملهم بالبيت، رح فرجيك هلا كيف فينا نحن نعمل، نكمل بالصور ونشوفهم. هيدي مثلا كيف مردبان كابريي في قدر ينباع ببلدان مثل برا، بحطوا اوقات نبيد للكابريي اوقات بحطوا فينيغ وبحطوهم فيهم. هاي الصوره اللي عم نشوفها هي الكابريي من بعد ما تزهر وتقلب الزهره بتعمل كورنيشون كبير، يعني هيدي كمان فيها تنكبس مثل الخيار كمان كبيس خيار او هيك. هون عم نشوف كيف بينباعوا هول الكبار يلي معهم هيدا مثل البيدونكول، هيدا معناتها مش الكابر الزهر قبل، هيدا من بعد ما تزهر، يعني هيدا كمان نعرفها. كمان اذا بنكمل بالصور بتشوفي هيدا طريقه حلوه لواحد يعمل ببيته كابريي، بنجيبه نحن بنكمل وبنشوفهم كمان، بنحط لها ملح مثل هون خشن تنترك تقريبا عليهم اوقات 24 ساعه اوقات اكثر، الاساس هي انه بعدين انه نشيل الملح يعني. زوك هيدا هون عم شوف على اليمين الصوره يلي هي بتفرجي الكابريي صغار، وعلى الشمال الفواكه تبعهم بعد ما تزهر 100% بعد ما تزهر. بعد في كمان صورة نشوفها على كل شيء بالكابريي، وكده كيف فينا ناكلهم، اكيد هن مشهورين مع السومو مزبوط كمان. كمان من بعدها بنشوف كمان هيدي الصوره اللي هي بتفرجي كل شيء. الكابريي الغاليين هن اللي هلا مكتوب عليهم فلاورينج بادز، هول او الهول يلي الصغار، كل ما اصغر كل ما اغلى مزبوط. والكيبر فروتس هن يلي من بعد الزهره بيجوا، هول كمان اكيد ناكلهم ككبيس 100%. وتنقول انه هلا هيدا هول بالنسبه للكابريي، قبل ما جاوب على سؤال ثاني، الكابريي كمان الشلش تبعها بينقبع اصلا وبينباع بالمتسين بالطب بالضياع، بيستعملوه لكثير من القصص، بس هذا مش السؤال تبعنا، بنرجع نحكي عنه مره ثانيه. هلا كمان بدي كنت احكي على زراعه البقدونس، ما دام عايده بعثت لنا شغله كثير مهمه، هلا انا معي الصور بس ما قدرت انزلهم، بعثت لي كيف هي عم تزرع بزر، هلا كمان رنا بتفرجينا صورتين، عم بتزرع بقدونس بتزرع كمان روكا وهيك وما بينجحوا معها ولا سنه. هلا بعثت لي الصور، الواحد بيقدر يعرف من الصور كثير اشياء، وهي بتزرعهم ببويات، ما عندها مطرح تزرع ببويات. دونك اول شغله لازم نعرفها انه كثير مهم تحضير التربه، وهون اوقات لما نحن بنعطي اوقات بركه بنقولها غلط للطريقه، شغله مهمه انه بالبو من تحت لازم كمان احط شويه بحث، شويه اشياء للمي تصرف. بعدين لازم يكون في ارض زراعيه. ما بتحب كثير الرطوبه. ايه هلا كمان لازم يعني مي تصرف، مزبوط. ايه. هلا الاساس وين؟ انا دائما بقول لما بكون تزرعوا بزر، ازرعوا بشيء اسمه تيرو للبزر. بس ننتبه مش يعني الارض كلها بدها تكون تيرو البزر، الارض بدها تكون ارض زراعيه، ارض حلوه مع فيها خلطه، بس ال2 سم اللي من فوق بدهم يكونوا تيرو، لانه اذا التيرو هو شغلته تبع البزر يساعد البزره انه تفرخ، بس ما راح يقدر يعطيها بعدين فيتامينات كاشياء. دونك اول شيء بدنا نعمله انه نحن نعمل تراب منيح، خلطه حلوه على من فوق، بركه بتعرفي بركه بعد جمعه بنجيب بنعملهم نشوف كيف بينعملوا. سو بحط من فوق تيرو بسقي، برجع بكب البذرات، برجع بحط عليهم تيرو. هون عم نحكي كل هالعمليه بدها تكون انجق سنتي من فوق يعني مش اكثر. وحلو كمان انه لما تنخلي رطوبه اكثر تنساعدهم يفرخوا، بحبوا اوقات العتم، ففي يجيب خيش حطها من فوق، في يجيب كمان ورق مثل حيلا ورق وحطهم من فوق بالاول، اول ما يبلش يفرخ ويطلع بشيل الخيشات. هيدا الخيش عنده كمان شغلتين، اوقات لما انا بزرع بذر ان كان بمسكبه او هيك، النمل بيجي وبزقهم ونحن ما بنكون عرفنا. الخيش بيساعد انه النمل ما يجي، والورقه كمان مشان ما نضطر نحط دواء نمل لانه مش دائما لازم نحطهم. صح، وهيدا شغله يعني كثير اساسيه. في غلطه ثانيه فينا نعملها كمان، انه انا لما مطرح اللي اشتريت منه البذر منه مثلا البذر نوعيه منيحه، لانه كثير بياثر لما يفرخ البذر. في شغله كمان فينا نعملها غلط اوقات، نص غلط، يعني انا بجي بحط هالبذر يعني بحطهم هيك قد ما في بعدهم عن بعدهم ليطلعوا، بس لما عم بسقي بقوه البذرات كلهم بيروحوا لمطرح واحد، مشان هيك لازم نسقي بطريقه هيك مثل الشتاء على رواق، دوس يعني حط ملعقه شيء تحت او اطرش هيك رواق او كثير على رواق مزبوط. خاصه اول يعني عم نحكي اول يومين ثلاثه، لانه هن المفروض لما انا ازرع بذر بقدونس انطر جمعه يبلشوا يفرخوا. قد ايه وقت تيصير عندنا بقدونس نقدر نستعملهم؟ الحلو البقدونس فيك تبلش تاخذها تقريبا بعد شهرين، والحلو انه هي نبته
بتضاين من سنه لسنه، يعني البقدونس يعني متى قطفنا من جمه صح بترجع بتعطي. اوكي هذا الحلو فيها. هلا النباتات الثانيه اللي سالتنا عنه لا الروكا وهيك اكيد بدك تشيلها خلص بتروح يعني. فالبقدونس هذا الشغله كثير مهمه يعني اجمالا لما بزرع بذر اذا زرعته منيح ومحضر التربه منيحه ويعني تقريبا يعني فينا نقول بعد جمعه اذا ما فرخ ومنيح يعني عندي مشكل. هلا في شغله بعد كثير مهمه، اوقات بفرخ كثير منيح لازم نعرف نفرغ. يعني اذا انا عم بزرع روكا بدي انه مثلا ببوز غير انجا ما في ازرع مثلا 100 حبه وهيك يعني أكيد. بدي خليهم مطرح ليطلعوا سو اول ما يفرخوا نفسه كمان مش حد بعد 100% بدي يصير شيل وكبهم، هذا بنسميه التفريغ يعني تخلي انا الكم وحده المنيح هن اللي يكبروا يعني هذا كمان شغله اساسيه. سو بالاول الكرو كثير مهم بصير عندنا بقدونس بيو بننزل على السوق وبتعزمينا وبنعمل طبوله العازه كل لا بس هول كثير مهمين يعني وننتبه بعد على شغله اوقات الاوبلاسما يعني ما بقدر احط هول بمطرح كثير ما في ضوء لانه هول بحبوا برا اكيد بيكون قد ما فينا قريبين على الشمس مشان يكون جوابنا على الاسئله كلهم. اوكي خلص وقتنا بركه بنرجع بنشوفك جمعه الجايه على راد. هاف ا نايس ويكند. مشاهدينا واقفه بتكونوا مع باتس.